فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بين هذا او ذاك. بعدين سواريز شارك في المباراه الاخيره، نزل في الشوط الثاني ضد بنما وسجل احد الاهداف الثلاثه. نعم، اذا اعزائي المشاهدين المباراه على وشك الانطلاق مثلما نتابع واياكم. اكيد نتمنى المتعه الكرويه لكم جميعا. والكلمه للزميل رؤوف خليفة. الزميل عبد الله العلي، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا هنا في اطار مباريات كوبا امريكا النسخه رقم 46 المقامه في البرازيل لعام 2019، وفي خامس اللقاءات هنا ما بين اوروغواي والاكوادور ضمن مباريات هذه الجوله، الجوله الاولى والمجموعه الثالثه معنا منذ لحظات تعادل المنتخب القطري الذي يشارك لاول مره في كوبا امريكا مع منتخب الباراغواي في اطار مباريات المجموعه الثانيه. وامامنا هنا الاوروغواي التاريخ، 15 لقب كان اخرها في عام 2011. منتخب الاوروغواي يملك الامكانيات والقدرات امام الاكوادور التي تبحث عن انطلاقه وتبحث عن لقب في كوبا امريكا، كان افضل نتائج على الاطلاق عندما حلت في المركز الثالث في عامي 59 و93. امامنا حكم مباراه اليوم أرنيبسون دارونكو، أبان الحكم البرازيلي بعون كل من مارسيلو كارفايو مساعد أول وكليبر لوسيو مساعد ثاني ونيكولاس طبعا جايو الحكم الكولومبي هو حكما رابعا، وطبعا حكام الفار بقيادة الحكم ويلسون سامبايو. أمامنا هنا تشكيلة المنتخب الأورجواني، يدخل بتشكيلة الكاملة النهاردة موزيليرا في حراسة المرمى، كاثيرس رقم 22، خيمينيز 2، جودين 3، ولاكسالت رقم 17 في وسط الملعب بنتن البطولة. بعدما تابعنا ودي فرصة خطأ قاتل من جودين، الدور ربع نهائي هدفين كانوا الفاران وللاعب جريزمان. أمامنا الإكوادور بخطأ من جودين في أول لحظات اللقاء، والمباراة بادية بداية سريعة. من عام 2006 المدرب أوسكار تافاريز صاحب 72 عام، والمطالبة هنا فالنسيا. أدي أمامنا لاكسالت الكرات العالية وسواريز وكافاني، شوف أمام سجل كان في مباراة بنما هدفه رقم 56 الهداف التاريخي، يعكس اللاعب المرة دي استلام أمامنا بجانب اللاعب لوديرو. لوديرو هدف بعد 6 دقائق، لوديرو هدف بعد 6 دقائق، لم يصمد كثيرا منتخب الإكوادور، منتخب تريكولور أمامنا هنا، والهدف في هذه اللقطة بهذه المهارة وبهذه الاستلامة الرائعة، وأوسكار تافاريز أمامنا هو اللي بينزل بالعكاز أرض الملعب. لكن بص أمامنا، شوف بص شوف سواريز عمل إيه. أدي جابرييل اتشيليار أمامنا المحترف في الدوري المكسيكي، وكرة اللاعب لويس سواريز والاستلام والترويض واللمة بالشمال الأولى ثم الثانية، يا ولد على المهارة من جانب اللاعب لوديرو في هذه المباراة ليضيف الهدف الدولي، على فكرة الرابع لهذا سواريز. والكرة الأمامية هنا، وادي الكرة العالية، ولكن موسليرا البيرو ثم سجل في النهائي في مرمى الباراغواي. هذه هي الأربع أهداف 60 في تصنيف الاتحاد الدولي، في حين الأورجواي أصبحت بإيدرسون كافاني. كافاني صاب برضه وغياب على البي اس جي، ولد على الكورة والهدف الثاني، لكن في راية كرة لوديرو وهدف ملغي هنا من جانب اللاعب. ركلة الجزاء لم تحتسب، لمسة يد، والعودة المرة للألقاب السابقة في ال 45. أول ترويض على الصدر ثم لم بالشمال، شالها بشكل رائع جدا، عدى بسهولة لليوفي، كان لعب لليوفي في السابق لكن انتقل لليوفي من صفوف فريق. وضعية تسلل وفيها أيضا عودة للفار في لمسة يد وركلة الجزاء المكسيك، وسجل كان في مرمى بولندا وكوستاريكا في 2000، لم يؤثر في المعنويات. هنا المحاولة من إنر فالنسيا، الكرات العرضية لكن على طول في القارات أيضا عندما وصلوا إلى المركز الرابع بعد 2-2 مع إيطاليا وركلات ترجيح. إصابة في اللقطة الماضية، وادي أمامنا دييغو لاكسالت الذي انتقل من جنوة ولاعب الإنتر السابق ونجم نادي الميلان الحالي. أمامنا هنا والحوار مع حكم اللقاء في هذه الكرة وهذه النقطة، وبقى طرد هنا في هذه اللقطة. هذه حكم اللقاء يعود إلى الفار وقد كأس عالم مع 3 منتخبات. أقول لحضراتكم معلومة برضو، لكن خلينا نشوف الهدف القادم من كافاني. يا ولد على التحرك والمس بدلاء
في كاس عالم 2014. سواريز يسدد وترتطم في الحائط والكرات العالية والصراع. تونيو فالنسيا بيدعم اللاعب بيلاسكو اللي دخل. على فكرة هذه التشكيلة، هذه التحرك المرة دي، الكرات العرضية ولد على الهدف الضائع من جانب كان في مباراة موناكو 21. وهذه فرصة ولد، يا ولد يا ولد يا ولد، كافاني كافاني كافاني، أخيرا يسجل كافاني في بطولة كوبا أمريكا في هذه اللقطة وهذه الطريقة الرائعة. عالطاير عالطاير يطير يطير كافاني بعد هذه الكرة الجميلة اللي كان بالكعب منذ لحظات عشان يسجل كافاني هدف جميل 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 في اللقطة الماضية في مرمى حارس المرمى اللي أمامنا، هو ألكسندر دومينيغز على فكرة هو حارس المرمى في طبعا هذه اللقطة وهذه المحاولة الرائعة الحقيقة من كافاني اللي بيسجل هذا الهدف الجميل. بص أمامنا الركنية ودي أمامنا الكرة اللي رايحة جاية وجودين، ولكن كافاني على الطريقة يعني المقصية في هذه اللقطة، جودين يصنع وكافاني يسجل، ولوديرو سجل هدف الأول في هذه المباراة وسجل ويسجل يسجل سواريز أمامنا هنا، يسجل سواريز في الدقيقة 44 في هذه الكرة الركنية من جانب اللاعب لوديرو، ويسجل سواريز الهدف الثالث. انهيار لدى المنتخب الإكوادور، في انهيار في حالة انهيار في اللقطة الماضية. هذه أمامنا هنا الحوارات المستمرة، لوديرو بيرفع وسواريز أمامنا هو بيسجل في هذه اللقطة 5 أهداف في بطولة الكوبا أمريكا. الكرة يلمسها أمامنا هنا كاسيرس، والكرة في شباك الحارس دومينيغز عشان تبقى كرة الهدف ايه؟ الهدف الثالث في المباراة. بص أمامنا هنا كاسيرس، الشوط الأول أمام الإكوادور سجل كل من لوديرو الدقيقة 5 وكمان الدقيقة 32 وكأس العالم مع منتخب بلادهم، والهدف هنا والراية والتسلل، راية والتسلل كافاني أوف سايد. كافاني تشيلي واليابان، تشيلي واليابان، واليابان بالمناسبة شاركت 6، ثم الركنية اللي اتلعبت للاعب سواريز على القائم البعيد. شوف التسلل، وادي امامنا استلام على طول ايضا اللاعب ناندز، هدف الغي لهذا اللاعب بدع التسلل لما تفوق على المنتخب باراغواي ب3 أهداف نظيفة. ادي امامنا هنا كرة قوية، تدخل قوي جدا، تدخل قوي جدا في اللقطة الماضية. الشوط الثاني نتكلم عن الاوفسايد او الهدف التسلل اللي جابه كافاني اللي معاهم من عام 2006. هذه أمامنا الفاول هنا بيلعبها أمامنا هو لويس سواريز، ما هو قادم وانطلاقة الدوري الإنجليزي إن شاء الله تحدد ليها في موجود هيرنان داريو جوميز على الخط. هيرنان داريو جوميز 118 مباراة للإكوادور، فازوا في 1916 في الأرجنتين. أمامنا هنا الكرات والمحاولات، تاريخ كأس العالم في 2014، ملعب اللقاء ملعب بيلاروسيا، واللي قلت حضراتكم كان واحد من النجوم على فكره في مباراه فرنسا في كاس العالم 2014. داع التسلل، وادي امامنا هنا انطلاقه لويس سواريز ومراوغه ومناوره، ولكن يطلع الكسندر دومينيغز حارس مرمى بيلاروسيا فيلد امامنا اللي بيحتفل النهارده باللقاء رقم 50 على المستوى الدولي. لويس سواريز 32 عام، عشان كده بقول لحضراتكم ممكن تكون اخر بطوله لجودين، اخر بطوله لكافاني، جودين 33 لكن كافاني وسواريز 32 والكسندر دومينيغز 195. هذه امامنا هنا استلام على طول، تحرك من جانب اللاعب بيريرو وتغطيه ممتازه، تحرك على طول بانتنكور امامنا، استلام من جانب سواريز لكن استلام على طول من جانب البديل بيريرو يلعب كره بالعرضه كاسيرس. هنا بقى ظهر في كاس العالم وبدايه لقاءاته كتمام تشيلي في 2018 الكرات العرضيه الخطيره، لكن كافاني كرة حلوة قوي وراسية نيران الصديقة بقى، تعالى 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 هنا أمامنا، أدي مينا أدي مينا والانتظار للفار والهدف اللي إيه أمامنا هنا يسجله أرتورو مينا في هذه الكرة، أم هناك راية وهناك يعني تأكد، هل اللاعب أمامنا هنا كان متسللا في هذه الكرة، كم يشير إلى الفار وإلى صحة الهدف. هدف الرابع من نيران صديقة، الرابع من قبل أرتورو مينا، هدف رابع يأتي في هذه المباراة. هذه الإعادة، هذه الكرة العالية
ادي البديل جاستون بيريرا في اتجاه سواريز، لكن ارتورو مينا امامنا، هو سجل على فكرة، لكن سجل في مرمى فنزويلا في 2018 وسجل المرة. في الموسم قبل الماضي لديبور يدخل امامنا بالفيردي،